أهلا بكم. فلنستمع لما قاله حافظ الراجي ورأيه حول الفوز أمام النيجر وبهدف في مقابل الصفر في المباراة التي جرت في رادس في تونس. فلنستمع. تأهل الجزائر إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستكون في بداية سنة 2024 في كوت ديفوار، هو التأهل السادس على التوالي للجزائر كان منتظر، هو التأهل العشرين في تاريخ الجزائر منذ استقلالها في سنة 1962. التأهل لم يكن صعبا، المباراتان اللتان لعبها المنتخب الجزائري تمكن فيها جمال بن ماضي من إقحام أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجدد الذين شاركوا لأول مرة مع المنتخب. شفنا اليوم مباراة أمام النيجر في تونس كان أشرك فيها 7 لاعبين جدد، قلت أثناء المباراة وقلت بعدها ونقول الآن بأنه سابق لأوان الحكم على اللاعبين، ولكن الشيء اللي لاحظناه هو أنه فيه ملامح ومعالم جيل جديد صاعد على مستوى المنتخب الجزائري يملك من المقومات والقدرات، يحتاج إلى وقت كبير جدا لإظهار قدراته ويحتاج إلى وقت كبير جدا للوصول إلى هذا الانسجام اللازم على مستوى المنتخب. طبعا اليوم صعب نحكم لأنه كنا في شهر الصيام واللاعبين كانوا صايمين، هذا لا يؤثر بشكل كبير، ولكن شفنا أشياء جميلة جدا في هذه المباراة. شفنا في الجهات المقابلة منتخب النيجر كان عنيد، كان صلب، كان قوي في الصراعات في الثنائيات، خلق متاعب للمنتخب الجزائري. نقدر نقول اليوم بأن المنتخب الجزائري حقق المهم، ونقدر نقول كذلك بأنه كسب جيل جديد من اللاعبين كانت للمدرب الجرأة أن أقحمهم في المباراتين. أي نعم من حق الناس أنها الناس العادية وحتى الإعلاميين ومحللين أنهم يقيمون اللاعبين فرادى ويقيمونهم كمجموعة، ومن حق أي واحد أن يبدي آراءه في اللاعبين، وهذه هي المتعة نتاع كرة القدم وهذه هي الخصوصية نتاع كرة القدم اللي بإمكان أي واحد فيها بما في ذلك المناصر العادي جدا أن يبدي رأيه ويبدي انطباعه بالدرجة الأولى، ليس بالضرورة حكما فنيا قريب إلى المنطق، ولكن تحكمه المشاعر وهذا شيء طبيعي. طبعا قريت وشفت في وسائل التواصل الاجتماعي في بعض وسائل الإعلام بعد المباراة بعض التحاليل وبعض التقديرات فيما يتعلق بالمردود الفردي وكذلك الجماعي، تبقى انطباعات يجب احترامها، ولكن الشيء الجميل هو أنه شفنا أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجدد في هاتين المباراتين. الشيء الأجمل كذلك هو أنه فزنا في المباراتين 2-1 وكذلك 1-0 على صعوبتها. الشيء الجميل أيضا شفنا رجعت شوية بعض الروح، فيه معالم لاعبين عندهم مهارات وفردية يحتاج إلى وقت طبعا لكي تظهر لنا أكثر فأكثر، مش بالضرورة كما قلت أنه كلهم يوفقون، لأنه اللعب على الصعيد القاري بالنسبة لهؤلاء الأولاد الصغار بالدرجة الأولى يختلف تماما، يختلف بشكل كبير عن اللعب في مباريات إفريقية. طبعا تتصوروا اليوم مثلا لو لعبنا أمام السنغال أو لعبنا أمام كوت ديفوار أو لعبنا أمام نيجيريا أو لعبنا أمام تونس والمغرب ومصر والكامرون، كان الأمر ممكن يكون شكل آخر. جميل أننا واجهنا النيجر، جميل أننا سنواجه أوغندا وسنواجه تنزانيا في سبتمبر في يونيو وفي سبتمبر، الأجمل أنه تكون عندنا مباراة أو مباراتين وديتين في منتصف شهر يونيو المقبل، لأنه يكون تاريخ فيفا، لكي نسمح لهؤلاء اللاعبين بأن ينسجموا أكثر وبأن يظهروا قدراتهم وإمكانياتهم. أنا لا أقول بأننا في بداية الطريق، لا، لأن المنتخب عمره ما يكون في بداية الطريق، فريق ممكن يكون في بداية الطريق، ممكن نقول بأنه فيه تجديد على مستوى الموارد البشرية.